الله الله صل على النبي تبارك الله الرحمن. شوف شوف شنو هنايا، شوف شوف بحال اللي انت في البلاد. شوف واحد السيده عندها واحد المشروع هنايا، نوريها لكم اخوتي. واحد السيده مغربيه ما شاء الله عندها واحد المشروع هنا في الحومه هنا في بلباو، اللي ترى الانتباه ديالي لانها امراه وبوحديتها كتقابل. الله يبارك ما شاء الله، اقسم بالله العظيم الى العز للمغربيات الاحرار. اي واحد كيقول شي كلمه في شي مغربيه ماشي هي، هذاك راه كيخربق، لان كاين الناس اللي كيخدموا على راسهم كيضربوا تماره وكيعرقوا وكيفتحوا من 10 الصباح حتى 12 الليل باش يجيبوها حلال ويجيبوهم في السبع. المهم انا قلت لها واش تجلس معايا تهضر معايا شويه على الغربه وعلى بلباو هنا بالضبط. قالت لي اوكي ماشي مشكل، نخليكم مع الاخت ديالنا سعيده. لاله سعيده مرحبا بنا عندك. تبارك الله عليك، كي دايره بخير؟ كلشي مزيان؟ كي دايره هنا في بلباو؟ مزيان الحمد لله. شحال وانت هنا يا اختي سعيده؟ 18 عام. تبارك الله وسط عمي. 15 عام؟ 18 عام ماشي 15. الله يبارك. وزعما انت يا مغربيه في هذا الحي هذا، هذا الحومه هذه راه صعيبه شويه بزاف. كيف كي درتي زعما، كيفاش قدرتي استطعتي ان تخدمي هنايا بوحدك وفي الريستورون كيف كنقولوا؟ كيفاش هادشي ديال الله ومعاون الناس ديال ربي؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. كاين بنادم مزيان وكاين بنادم وحيد، الناس ماشي بحال بحال، ماشي بحال بحال. انت يا كامره شنو كتنصحي دابا للمغاربه ولا المغربيات اللي باغيين يجيو لهنا لاوروبا؟ انا كنصح المغربيات من الاحسن يبقاو في البلاد ديالهم الا عندهم فين يخدموا ويعيشوا، ما يسمحوش في الخدمه ديالهم ويعيشوا في بلادهم احسن. انما هنا الا ما عندكش عند من تجي راه ما كاينش عند من تجي. انت ما كاينش عند ما تجيكيش كتهدي العائله زعما؟ يعني زعما انا ما عندكش العائله ديالك راه ما كاينش فين غادي تجي، غادي تجي هي تكرفس، غادي تجي هي تعذب وتكرفس. ايوا هذا الشيء اللي كاين. الانسان اللي يجي يخدم بالحلال حلالا طيب راه يلقى. واللي غادي يجي يدير شي حاجه اخرى راه صعيب بزاف، داك الشيء ما منوش. بالنسبه للاخر هذه واحد 10 ايام كنت شتي في كاستيوخو في تطوان، كانت واحد الهجمه، الناس كانت تسيب راسها في البحار. كنتي هنا ولا كنتي في المغرب ديك الساعه؟ انا لا كنت هنا، ولكن داكشي ما عجبنيش. كيف جاك داكشي؟ داكشي ما عجبنيش، بكيت. هذاك ما عجبنيش، هذاكشي اللي تيبي ما عجبنيش، انما غادي يجي يتكرفصوا. بالاخص انا عشت في هذا الكي هذا، الدراري مكرفسين ما كيلقاوش حتى ما ياكلوا، ما كيلقاوش شنو كيمشي يديروا، كيمشي يطلبوا كيلقطوا ديك البركه تيجيبوها تيشريوها ثاني تيشربوا باش ينسيو. وداك الفاني كيأثر عليهم. فهمتي يعني نصيحة الإنسان يجلس بلاد وحسن ليه. كيقولوا المغرب ما فيه والو عاوتاني. علاش المغرب ما فيه والو؟ ما كاين خدمة. لا شوف اللي ما كيخدمش بلاد وما يخدمش حتى أنا. ها الله يرحم لك الوالدة والوالد. أنا هذه كنقلب عليها هذه. أنا كنت كنخدم في بلادي وكنخدم هنا والحمد لله. اللهم لك الحمد، حنا عايشين. دابا الشباب هنا مع احترامي زعما الشباب دابا دوز الشارع كنلقى كلشي جالس في الزنقة، كلشي كيف قلتي الفانيد، المخدرات، الروينة. كاينين الدراري اللي هما صالحين كيمشيو للجمعيات كيقراو، حتى الجمعية إلا شافتك إنسان واعي وما كديرش لا مخدرات لا والو تتساعدك. ولا كنتي أنت بغيتي تقرا وتصبح ناعس ودير المخدرات داكشي راه ما خدامش، ما ماشي عفير. لا بزاف منهم الدراري انا كنشوفهم مكرفسين معذبين، كيبقاو على الفانيد 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 حتى كيغيبوا. فهمتي كيجيو يطلبوك هنا بزاف طلاب طليب باش غنقول لك صراحه يطلب الله سبحانه وتعالى. دابا انا لاحظت انا جيت انا هنا انا في هاد الثلاث ايام هادي اكثر من 30 واحد طلبني في الزنقه. واش عندك اورو 30؟ ماشي على المغاربه، جميع الجنسيات يعني. انت دابا جلستي عندي دابا غير ساعه المكانه انت شفتي. شفتها يعني هذه واحد الصوره بين قوسين، ماشي ورديه كيف كنقولوا كيف كيقولوا هما. راه هنا كاين كيستقبلوك بالاحضان ما كايناش؟ لا ما كاينش، ما كاينش باش يستقبلوك. لا اول ما تدخل بعدا غتحيد لك السبرديله ويحيد لك الا كنتي لابس شي حويجات مخيلين وغتحيد لك فلوسك وغيحيد لك حتى التليفون الا كنتي كتهضر مع والديك وغادي تجلس هنا في كاين. هنا في بلباو كاينين شي بعد الوحدين كيحقروا على المغاربه. شي وحدين كاينين هنا كيحقروا على المغاربه كيجريسيو هكا جهارا صحه كيحيدوا لي حوايجهم، يحيدوا لي تليفوناتهم، يحيدوا لي صبابطهم، منهم عداد. انا كنخلي المحا ديالي وكنخرج نضارب عليهم. انا كذا من مره خرجت ضربت على المغاربه شحال من مره. يعني بنادم كيتسرق في النار والبوليس ما كيدير والو؟ والبوليس شحال قدهم يحضيو؟
البوليس يلا كيتفاوتوا من هنا عاوتاني جو كيديروا البوليس راه تقهر حتى المخزن راه تقهر او والله العظيم يا المخزن تقهر راه كيضلوا واقفين شحال البوليس او كاينين دراري نقيين اللي خدامين دراري صغار خدامين دوزوا الكورسو وجدوا الوريقات ديالهم وخدموا والحمد لله تبعوا طريق الله وكاين اللي ما كيتبعش طريق الله راه كيجيبها براسو بالنسبة للبنات المغربيات اللي كيحرقوا بوحدياتهم ما عندهم لا عوين لا عائله لا صنعه لا انا صراحه انا ضد الهجره ديال المراه بوحدياتها كنقولها سواء في تيك توك في فيسبوك في يوتيوب دائما كاين الناس ما كيعجبهمش الحال كيقول لك لا علاش هذه كنقول لهم ودي الله يهديكم سولوا المجرب لا تسول الطبيب مع احترامي لكل مراه مغربيه حره بالنسبه للمغربيات كاينين عيالات حرات اللي باغيين يخدموا في الحلال كيمشيو للجمعيات كيعاونوهم كيتهلاو فيهم هنا هنا ما يخلوش المرأة تكرفص تكرفص يعني يقدروا ما يستقبلوش ولد ويستقبلوا مرأة انا بزاف البنات انا كنعرفهم الحمد لله داروا وريقاتهم الحمد لله ولكن اتقوا الله شدوا في الطريق شدوا في طريق الله ما زباوش كيف كنقول كل اللي ما كيشدش طريق الله راه كيظلم سواء امرأة سواء رجل بحال 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 سواء امرأة ولا راجل يعني الانسان ما شادش المعقول ما شادش في حاجه واحده اخرى من الناس الدراري هنا اللي بالصناعه كيخدموا اللي عندهم الصناعه ميكانيسيان قلبت صيب الا قلبتي على الخدمه ديالك ودفعتي درتي الكورسو ديالك ودفعتي هذا المسائل ديالك باش كتخدم راك تلقى الخدمه ربي ما كينسى حتى شي واحد بالباو مؤخرا كانوا جاو ليها بزاف ديال الناس لان كيقولوا بان هنا كاين الوراق كاين الخدمه كاين المساعده واش هادشي كاين منه بصح ولا والو واش نقول لك اخويا الا مشيتي للجمعيات بالنسبه للجمعيات هنايا يوكلوك تاكلوا تشربوا ولكن تبعت في الزنقه غادي تشد بزاف الامراض فيها بروده فيها كلاوي ما كتصيب ما كدير كتمشي تشري الشراب تلقى رخيص كتبدا تشرب شراب باش تسخن من بعد الشراب ثاني كتبع القرقوبي والله العظيم ملي كاينين الناس كيصليو او وكيصليو ما بقاوش كيصليو ولاو يتقرقبوا كيفاش داروا ليهم داك تعطاوهم داك القرقوبي يشربوا والله اعلم سبحان الله رات. والله اعلم ما عرفتش انا كيفاش ما عرفتش انا شحال واحد انا شفته هنا كنت كنعرفوا انسان بعقله صالح لقيته مرض لقيته مرض بزاف منهم أول ده مؤخرا نوري لك إلا لقيتو برا نوري لك ولكن يجي عندي كيقول لي أنا بغيت ننتحر علاش بغيتي تنتحر؟ هو بالورق ديالو بخلاص ديالو بكل شيء قال لك أنا بغيت ننتحر كيقول لي بلا ما تقدرش بغيت ننتحر شحال واحد ما كنردو فيه شحال واحد كنطلبو فيه عاد باش شوية السيد سكا ولاو الدراري مراقبين اللي عندي شحال في راسو يعني يدير شي فضيحة؟ لا صعيبة بزاف وهي زوينة وخايبة بالنسبة للحالات الاجتماعية كاين هنا الطلاق بزاف ولا والو مقارنه مع المناطق الاخرى خويا اش نقول لك احسن معرفه ديالك كتاب المنطقه تحت انسان سكنتي بزاف 18 عام يعني كتوصل لك معلومات بزاف الناس شفتهم زعما اللي جابوهم رجالهم وكبروا بهم وتهلاو فيهم وطمعوا على قبل ديك الخلصه ديال اللي كيشديو ديال المعاونه طمعوا فيها باش يشدوها هما ورجالهم ما يديو والو ورجالهم راه كيصرفوها عليهم ويعطوها لهم كيزيد يخدموا ثاني انا شفت منهم بزاف العيالات دعوا رجالهم دخلوهم للحبس ظلموهم يعني ظلموهم بزاف الرجال هنا مظلومين مساكن بزاف الرجال مظلومين واش الراجل انت بغيتي تراه واخا انا مرا وما خصنيش نهضر على المرا ما خصنيش نقول فيها كتقولي الصراحه نقول الحقيقه يعني الراجل خصو يتحترم الراجل بحال الاب خصك تحترمو تخليه مكانته ما كانش في مكانته وشفتي الراجل ماشي حتى اللي راه الله خلق الجواج وخلق الطلاق وما نوصلوش للمخزن حنا على نديرو وليدات ونمشيو تنكبروا عائله وعلى خير الراجل تسد في جهه والمراه تسد في جهه ولكن داكشي تيديروه بعد العيالات اللي ما منتقينش هما اللي منتقين الله راه داخلين سوق راسهم مشاهدين رجالهم وغنيين في رجالهم والحمد لله دابا تيركزي لي على المغربيات اللي كيجيو من المغرب بالدرجه الاولى اللي كيجيو من المغرب ماشي اللي كيكونوا هنا كاين بعض العيالات كيجيبوا رجالهم ويكملوا من عندهم ولدوا وليداتهم وتلاو في رجالهم واللي كيجيبوهم رجالهم هذوك لا اله الا الله منهم كيكون عندهم صوره مغلوطه واقيلا انا كنشوف عيالات جابوا رجالهم وكبروا بهم وتلاو فيهم ورحبوا بهم يعني عارفين بنات الوقت واللي طماعين راه تبعوا الطمع وخرجوا على راسهم في الاخر كتخرجوا هي الخاسره لا اله الا الله هي الخاسره فاتت الخاسره كاع
كتولي هي تطلب الراجل باش يرجع لها كيقول لها علاش. شي كلمه للمغاربه اللي في المغرب اللي باغيين يحرقوا يلوحوا راسهم في البحر، شي كلمه ليهم داك الناس؟ بلاش، احسن بلاش. كيفاش بلاش؟ بلا ما يجيو يتكرفسوا، كانوا يجيبوا الوريقات ديالهم ويخرجوا قانونيا واخا تاجر، يجيو في البحر ويحرقيو بلاش بلاش بلاش. راه الدراري الشباب هنا راه عداد منهم كيتكرفسوا، راه عداد منهم دايرين مساكن القياطن وناعسين تحت الخراجات، راه عداد منهم. شحال من واحد انا كيجي عندي والله العلي العظيم الى المنطه ديالي هزيتها وعطيتها عطيتها للدراري قلت لهم باش تغطوا، ما هي واحد ما هي جوج قسما بالله، والله شاهد عليا ما هي واحد ما هي جوج. راه شي اللي يسمعوني راه يقول لك هاد السيده كاينه ما كذبات. والله يحسن العوان، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، في الاخر كلها ظروف، كلها ظروف، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، الله يسهل على كل واحد. يا ربي يا ربي الله يجيب لي يا ربي. هذا الشيء اللي كاين يا ربي. انا كيجيني شي واحد كنكون باقا ما بيع حتى شي حاجه، كيجيني شي واحد يقول يعطيني ما نقدرش ما نردوش نعطيه، ويجي ربي ويجي واحد اخر ثاني ويخلص على هذا ويخلف لي الله تبارك وتعالى. سبحان الله، ما نعرف الرزق منين يجيني، حتى نعطي نعطي حتى ثلاثه منهم. واش انت فاطر؟ واحد اخر مسكين ما فاطر؟ مايمكنش. انا واحد المره كنت مريضه وجاني واحد وقال لي تعطيني الفطار اخاتي عطيني ناكل ما واكلش، ما عطيتوش. قلت الليل كامل ما نعشتش، ما نعشت ديك الليله ما نعشت، ربي كون عطيت. كتقول اش درت انا؟ اش درت انا كون عطيت. وجا الغد لي مسكين باين لي ديجا معايا خويا اجي اجي اجي. قلت له خويا سمح لي البارحه قلت له والله اللي عايل بيا وهذا وهذا ربي انا درك الجوع على شي حاجه اجي عندي. قال لي واخا خارج وفي العشيه مسكين جا عندي عاوني سد معايا المحل في داك الشيء في داك الشيء في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله. الله تعالى كيتقبل منك الحمد لله. بالنسبه للجمعيات كاين جمعيات هنايا المغاربه؟ المغاربه اللي كيدافعوا على حقوق المغاربه كيعاونوهم مثلا المحامين؟ كاين واحد كنعرفو انا شفتو في رمضان مصطفى مصطفى اللي كيترجم هذا كنعرفو راه مزيان المغاربه. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الجمعيه مزيانه ايوا المهم على اي اللي كتعرف فيه كنشوفو كيتعامل مع شي حد اخر ما شفتش. المهم تحيه لكل امراه مغربيه حره، وهاد السيده هذه كتمثل المغربيات الحرار هنا اللي كاين في بلباو، جينا عندها وثارت الانتباه كيف قلت لكم المحل ديالها ما شاء الله وخدامه بوحديتها نهار كامل سبحان الله العظيم. والله شكرا بزاف اختي ديالي. دراري تبارك الله عليكم، نتمنىكم ما طولناش عليكم، يلا تهلاو لي فراسكم فيديو واحد اخر ان شاء الله في بيلباو هنا نشوفوا الناس واحد اخرين. تحياتي.